أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. هذه حلقة جديدة من صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في الهيئة التجدد القصف المدفعي للحرس الثوري الإيراني على مناطق في شمال العراق. جاء في البصائر مراقبون: الواقع يؤكد لا إرادة في العراق فوق إرادة إيران. ونتصفح في المدى: كتل تضغط لتأجيل استجوابات تطال وزراءها إلى شهر أيلول. جاء في كتابات: لماذا الاقتراض لتحسين الشبكة؟ أين العائدات يا وزارة الاتصالات؟ ونطالع في الشرق الأوسط: الحرس الثوري يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق. وجاء في الزمان: مهندسو النفط والكهرباء يواصلون الاعتصام في أجواء ساخنة. ونطالع أخيرا وليس آخرا في العرب الجديد: مباحثات أمريكية تركية الأسبوع المقبل بشأن منطقة آمنة في سوريا. أهلا بكم. بما أن النظام الإيراني وقع في الخطأ الاستراتيجي وتمادى في إرهاب تنظيم دولته التي يصفها الكاتب إلى أنه تم استدراجه إلى المصيدة، لذلك فإن من يستشعر نهايته من أتباعه يسعى لصياغة خط رجعة له تحت عنوان الأحزاب في العراق والبحث عن خطة رجعة. كتب حامد الجيلاني مقالا في صحيفة العرب اللندنية: سياسة النائب النفس انتقلت لتتحول إلى برامج لتدوير بقايا أرصدة الأحزاب والشخصيات المجربة طيلة السنوات الماضية التي أعقبت الاحتلال الأمريكي، سياسة تقترب من أصداء البراءة من ذلك التاريخ الذي أسرف على العراقيين بالجرائم والإبادات وتدمير المدن وصناعة الكراهية. لذا فإن أي تحوير يحصل في بعض أجزاء العملية السياسية لقوى الاحتلال لا يخرج عن نطاق التخطيط والإعداد لمزيد من مناهج التمويه والالتفاف على مصالح وذاكرة شعب العراق. النظام الإيراني يحتل العراق بالمطلق، صدمة التعميم الجازمة هذه لاحتلال إيران للعراق تفسر ظواهر الصعود على ظهر موجات الاحتجاجات والتظاهرات والسأم الشعبي من تراجع الخدمات وزيادة نسبة الفقر والبطالة والتهميش وانتشار الفساد لأهداف الإثراء أو لناب ثروات العراق لتخفيض آثار العقوبات الأمريكية على نظام الملالي. الميليشيات بقرارها السياسي والعقائدي الذي ينتمي إليه النظام الحاكم في العراق تصادر البرنامج الحكومي والدبلوماسية الخارجية لصالح المناورة لأهداف النظام الإيراني، ولذلك تبدو قيادات الحشد الشعبي بمزاج المتفهم لما صدر عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من قرار دمج الحشد بهيكلية وآلية القوات النظامية. كاتب يقول: عدم الخوف من عدم خوف بعض الزعماء الأحزاب أو التيارات السياسية المختلفة والدينية من التهديدات يعود لامتلاكهم الميليشيات والسلاح، وليس لأنهم يمثلون إرادة الشعب، لكن جرد الحقائق يفرض القول إنه لا إرادة في العراق فوق إرادة النظام الإيراني، وإنه لا سلاح فوق سلاح الحرس الثوري وإرادة قاسم سليماني وأوامر الولي الفقيه. وبما أن النظام الإيراني وقع في الخطأ الاستراتيجي وتمادى في إرهاب تنظيم دولته إلا أنه تم استدراجه إلى المصيدة، لذلك من يستشعر نهايته من أتباع يسعى لصياغة خط رجعة له، لكن هذا الخط تلاشى واقعيا منذ سنوات بفعل انعدام الثقة، و مؤكدا أن شعب العراق لم تعد لديه أي وصلة حبل من الممكن أن تمتد لإنقاذ من غدروا به للمرة الألف. نقرأ في عربي 21: الولايات الأولى كانت من نصيب إبراهيم الجعفري الذي ترأس الوزارة بداية العام 2005 حتى منتصف العام 2006، بعدها جاءوا بمرشح التسوية نور المالكي الذي حكم البلاد بالكراهية والحديد كما يصفه الشعب حتى عام 2014، وتلتها حكومة حيدر العبادي لأربع سنوات أخرى
وبهذا يكون حزب الدعوة قد حكم العراق لأكثر من 14 عاماً مليئة بالدم والترهيب والتناحر الطائفي والقومي المقيت، وسحق ومفهوم الدولة في أثناء حكمهم. عن حزب الدعوة وجرائمه كتب جاسم الشمري في موقع عربي 21. في نهاية أيار مايو من عام 2019 أعلن حيدر العباد استقالته من كافة المواقع القيادية في الدعوة، داعياً الحزب إلى تجديد أطر قيادته وإلى المراجعة النقدية والتجديد في خطاب وهيكلية الحزب وضخ دماء جديدة في مفاصله وقياداته. ولا ندري هل سيشهد مؤتمر كربلاء انشقاقاً جديداً أم أنه سيكون محطة لردم الخلافات الداخلية مع رفاق الأمس. الانشطارات التي يشهدها الحزب تؤكد غياب الحياة الحزبية الصحية واستمرار الصراع على الزعامة، تماماً مثل غالبية الأحزاب العراقية الحاكمة التي أصبحت دكاكين لأشخاص يطمعون في الزعامة والثراء الفاحش، وليست وسيلة سياسية لتحقيق آمال الجماهير وطموحاتها. أثبتت التجارب الماضية فشل حزب الدعوة في بناء الدولة وتحقيق أحلام الجماهير العطشة لكل ما يخفف عنهم آلامهم ويزيح عنهم همومهم، رغم توفر كافة الإمكانيات البشرية والمالية والمعنوية الداعمة لنجاحه. ساهم الحزب في مؤامرة نخر المجتمع طائفياً رغم تناقض هذا التوجه مع النظام الداخلي للحزب الذي أكد على عدم تبني النهج الطائفي. وقد تفرد الحزب بديكتاتورية دموية في سنوات حكمه المظلمة على الرغم من معارضته السابقة للنظام الديكتاتوري وإيمانه الحالي بالديمقراطية. يقول الكاتب: الاعتراف بالفشل وتحمل المسؤولية وعدم الركض نحو مغارات التكبر والتعالي على الوطن والمواطن بحاجة إلى شجاعة وحيادية كبيرة من المجتمعين في كربلاء. هل سيعلنها زعماء الدعوة وأعضاؤه أم سيتحدثون عن إنجازاتهم الوهمية ويبارك بعضهم لبعض جهادهم من أجل بقاء مصالحهم الخاصة بعيدا عن مصلحة العراق والعراقيين؟ نقرأ في المدى: البحث لا يزال مستمرا عن وزيرة للتربية. فبعد أن فشلت 4 نساء هناك، من يضع عينه على التكنوقراط؟ بين قوسين ناهد الدايني. عن الفشل في تعيين وزير للتربية كتب علي حسين في صحيفة المدى. في حوار له مع أحد الصحفيين يقول الكاتب الروسي أنطوان تشيخوف: على المسؤول عن تعليم النشء الجديد أن يكون مثقفا وفنانا وإنسانا مغرما بعمله، أما المشرفون على التعليم عندنا فهم بسطاء سذج أنصاف متعلمين. يجب أن يحتل التعليم المركز الأول ويكون متاحا للجميع. كانت هذه الكلمات قبل أكثر من 100 عام، ويبدو حديث هذا معاصرا تماما لما نعيشه اليوم في العراق. وكلماته هذه تليق لأن توضع في واجهة أي مدرسة طينية في العراق. اليوم يطرح السؤال بوضوح: كيف يمكننا تطبيق مثل هذه الأحلام في العراق؟ ونحن نجد أن بعض القائمين على شؤون البلاد تداخلت عندهم السياسة مع ألعاب الفساد، مع المحاصصة، مع زمرة المنتفعين في أن يتولوا مناصب مهمة لتكون النتيجة واضحة. لا أمل على الإطلاق في محاولة إصلاح النظام التعليمي والخدمي بعد 16 عاماً على التغيير. نجد أن القائمين على أمور البلاد ينظرون إلى التربية والتعليم باعتبارهما كماليات زائدة عن الحاجة. لا يشغلهم التدهور الذي أصاب هذا القطاع، بل إن وزارة التربية عانت ما عانت بسبب اختيار أشخاص لا يمتون بصلة إلى قطاع التربية والتعليم، فتحولت الوزارة العريقة في النهاية إلى حقل تجارب يسعى من خلاله صاحب المنصب إلى تنفيذ سياساته الخاصة ورؤاه الشخصية على قطاع مهم من حياة الشعوب. ومن الغريب أن نجد 2 من وزراء التربية في عراقنا الجديد، فلاح السوداني وخضير الخزاعي، كانا يستحرمان
من الفنون. يقول الكاتب بعد 16 عاما على التغيير نجد أن القائمين على أمور البلاد ينظرون إلى التربية والتعليم باعتبارهما كماليات زائدة عن الحاجة. جاء في القدس العربي فلسطين. فلسطين ليست للبيع عبارة صدح بها مانديلا. مانديلا صدح فيها حفيد الزعيم والمناضل الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا من قلب جنيف السويسرية، عبارة رددها من قبله ملايين الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات كذلك. لعل وعسى أن يسمعها أصحاب ورشة البحرين وصفقة القرن ومن لف لفهم، مع أنني والله لا أظنهم يستوعبون معناها إطلاقا. حتى إن سمعوها فجل تفكيرهم أن كل شيء معروض للبيع، حتى الوطن والعرض. هذا مقال للكاتب علي الصالح والتأريخ في صحيفة القدس العربية. يا أيها السادة، ما تحاولون فعله بفلسطين ليس تجارة خاسرة فقط بل خيانة. نصيحة لكم، ارفعوا أيديكم عن فلسطين وشعبها الذي نبشركم بأن عدده في العالم بلغ 13 مليون نسمة، معظمه من الشباب والفتية، وهؤلاء هم من سينتقمون ممن خانهم وحاول التلاعب بقضيتهم. فاتركوا الفلسطينيين بحالهم، يديرون شؤون قضيتهم كما يرون ذلك مناسبا. والشيء المؤكد أن إدارتهم ستكون أفضل من إدارتكم لأموالكم وبلدانكم، فلا دخل لكم بالفلسطينيين بعد اليوم. الفلسطينيون يقولون إنهم لن يتدخلوا بالشؤون الداخلية للدول الأخرى ولا يسمحوا بتدخل الآخرين بشؤونهم، وإذا ما أمعنتم في غيكم فإنه لابد مرتد إلى نحوركم. لم يكتفي الفلسطينيون بالشعارات والرد السلبي على عروض صفقة البحرين فحسب، فتقدم ناشط بعرض مضاد أكثر سخاء ردا على الرئيس ترامب الذي يعتقد كما يعتقد أشقاؤنا في الخليج أن كل شيء يمكن أن يباع ويشترى بالمال، حتى العرض والحق والوطن والهوية والتضحيات التي لا أعتقد أنهم يستوعبون معناها. فلا ضحوا يوما ولا ناضلوا من أجل قضية إذ جيء بهم وفرضوا فرضا. وأبدى الناشطون في رسالة مفتوحة استعدادا بدفع 100 مليار دولار مقابل ترحيل الإسرائيليين من فلسطين المحتلة إلى الولايات المتحدة وتوطينهم هناك. طبعا هذا العرض هو من باب السخرية من العرض الأمريكي الخليجي، رغم استعداد الفلسطينيين حقا لدفعه لو يوافق الأمريكيون. يقول الكاتب: فشلتم وفشلت كل مؤامراتكم وستفشلون، لأن الشعب الفلسطيني باق وأنتم المندثرون. جاء في العربي الجديد: كل اليهود متساوون ولكن بعض اليهود متساوون أكثر من الآخرين. جملة تلخص إرث العنصرية والتمييز الذي شب وشاب عليه المجتمع الإسرائيلي منذ قيام الكيان الاستيطاني وممارسة المؤسسة السياسية والأمنية الحاكمة تمييزا عنصريا واضحا وموصوفا. ما برح يتسع ليشمل يهودا من طوائف معينة ومن أعراق ملونة أخرى، وذلك تأكيدا على مسألة تفوق عنصري خطير حاصل. عن العنصرية الصهيونية تجاه اليهود من إفريقيا كتب ماجد الشيخ في صحيفة العربي الجديد: تحمل إسرائيل في جيناتها غلالات غير شفافة من العنصرية منذ نشأتها، توجد فيها طبقات متراكمة من التعصب والعنصرية وضد كل الاتجاهات السياسية والدينية والطائفية والفكرية والأيديولوجية، وأخيراً ضد ذوات السلطة وهم يتناطحون على رقعتها الانتخابية من دون أن تحسم لصالح أحد منهم. فلم يعد لجنرالات الحرب بريقهم الذي يصعد بهم إلى السلطة بأي أغلبية مريحة في مجتمع عنصري كهذا. طبيعي أن تفشل صيغ الانتخاب المباشر وأن تتفشى فيه العنصرية لتطفو بين حين وآخر على السطح، كما تغور في الأعماق مولدة موجات من التعصب
بتكويناته التراكمية التي تتم بصمت وهدوء عبر هيجان عنصرية تتلظى فجأة لكنها قد تبقى تراكم في الأعماق لظى ثورة مظلومين يقاسون ظلم ذوي قربى. وما تردد في هبة الإفلاش الأثيوبيين أخيراً عن رفعهم أعلاماً فلسطينية وترديدهم شعارات ضد إسرائيل والمؤسسة الحاكمة وليس ضد الحكومة فحسب، مؤشر على عداء معظم اليهود الشرقيين لفلاشة خصوصاً يهود المؤسسة الإشكنازية الكولونيالية الحاكمة، ما يؤكد أن إسرائيل سيأتيها يوم يمكن أن تذوب فيه انطلاقاً من محشرها العنصري التعصبي هذا. إذن أكثر من 70 عاماً والاحتلال الكولونيالي يشهد على سقوط قيم العدالة والديمقراطية والتعددية والمساواة، فيما يدعي أصحابه وحماته وداعموه وحراسه المدججون بالسلاح كما بالأفكار العنصرية إنهم منارة هذا العالم، سيما هذا الشرق الملطخة سمعته بكل موبقات الفصام ومتلازمات أمراض التعصب والاستعلاء وعنصرية التسلط الفاشي والإرهاب والطوائفي المتمذهب كما يصفه الكاتب داخل كيانات تتشرنق فيها السلطة داخل مكونات ذواتها الباحثة عن الأنا المصلحية. انحطت معها القيم والأخلاقيات وحتى المبادئ والأيديولوجيات السلطوية، وهي تعادي القيم المتحذرة ولا تترك مجالاً لعيش الإنسان كما تريد طباعه وطبيعته الفطرية كما القيمية. جاء في الشرق الأوسط هذا البلد يسرع الخطى إلى الانتحار، هذه هي الخلاصة الفاجعة التي توصل إليها أحد الدبلوماسيين الأجانب العاملين في بيروت، وهو يراقب تطورات الوضع الذي يزداد تعقيداً وسوءاً يوماً بعد آخر، ويستنسخ مشكلة من مشكلة وأزمة من أزمة، رغم أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية خانقة وضعتها فعلاً على حافة الانهيار. مقال للكاتب راجح الخوري في صحيفة الشرق الأوسط. ليس كثيراً القول إن الأزمة تستنسخ أزمة أخرى أبشع، ذلك أن حادث قبر شيمون وذيوله سرعان ما تحول في الأسبوع الماضي مشكلة حالت دون اجتماع الحكومة، وتكاد تتحول أزمة حكومية ما لم تتمكن الحكومة من العودة إلى الاجتماع في الأيام القليلة المقبلة، فيكون لبنان عندها أمام أزمة حكم. تعطل الوضع في البلاد وتهدم الفرصة الأخيرة للنهوض التي راهن عليها كما هو معروف الرئيس سعد الحريري عبر مؤتمر سيدر الذي عقد في أبريل نيسان من العام الماضي برئاسة إيمانويل ماكرون، وقرر دعم لبنان بمبلغ يناهز 11 مليار دولار كهبات وقروض ميسرة. بعد الحادث الدموي الذي وقع في قبر شيمون قبل أيام حصل انقسام جذري عميق حول ما إذا كان الحادث يجب أن يحول على المجلس العدلي أو إذا كان لابد من انتظار التحقيقات التي بدأت حوله، لكن ما لا يصدق أن الخلافات والوضع الانقسامي المتفاقمة بين المسؤولين بات يحتاج إلى وسطاء وموفدين ووساطات وأفكار واقتراحات للتوصل إلى تفاهم ينهي توقف عجلة الدولة المعتلة ويحول دون الوقوع في أزمة حكومية مفتوحة تستنسخ أزمة حكم، وهو أمر مدمر تماماً للوضع الذي يقف على حافة السقوط. عندما قال الرئيس ميشيل عون قبل أسبوعين أن لبنان يشبه سفينة تايتانيك التي تغرق وركابها لاهون في الرقص، لم يبالغ قطعاً في وصف الوضع المأساوي هناك، لكن ماذا كانت السياسات والإجراءات التي اتخذها هو والمسؤولون لوقف الانهيار؟ هل كثير إذا قلنا الآن أن الذين يمسكون دفة القيادة زادوا من سرعة دفع التايتانيك اللبناني نحو جبل الجليد الذي قد يبتلع الجميع في نهايته؟ بعيداً كل البعد عن السياسة والتايتانيك، أصبح بالإمكان برمجة قلب جنيني حي للبقاء على قيد الحياة والتأقلم مع آثار بيئة منخفضة الأكسجين،
وذلك وفق الدراسة الجديدة التي أجراها باحثون من جامعتي مانشستر البريطانية وشمال تكساس الأمريكية. تشرح الدراسة بمجلة بروسيدينغس أوف ذا رويال للمرة الأولى الآليات البيولوجية للقلب التي تساعد السلاحف على البقاء بشكل فريد حتى 6 أشهر دون أكسجين. ووفقا للدراسة، فإن التعرض لمستويات منخفضة من الأكسجين أثناء التطور الجنيني هو الذي يبرمج قلوب الحيوانات لتكون أكثر مرونة للتعرض لنقص الأكسجين. ويأمل الباحثون أن يمكن هذا الكشف من تطوير عقاقير طبية أخرى يمكن أن تساعد الإنسان على التأقلم مع البيئات منخفضة الأكسجين. ويركز الفريق دراسته على القلب بخلاف أي عضو آخر من أعضاء الجسم، لأنه أحد الأعضاء الأكثر عرضة لخطر التلف الناجم عن نقص الأكسجين. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.